يا صيدنا يا سقفك المفروش غنى سيدنا يا مدينة سورية تقع في محافظة ريف دمشق، تعد من أعرق الحواضر المسيحية في المشرق العربي. تشتهر بجمال طبيعتها ومقدساتها المسيحية المشهورة في جميع أنحاء العالم. لفظة سيدنا يا آرامية الأصل، ولكن العلماء والباحثين اختلفوا في توصيفها، إلا أن الاسم الأرجح والأكثر شيوعاً والأقرب إلى الصحة من خلاصة كل ما تقدم، فإن كلمة سيدنا يا اسماً ومكاناً تعني صيد الغزالة. سيدنا يا ذات أهمية كبيرة وخاصة بين مدن الشرق والعالم المسيحي، فهي بلدة تعود إلى عصور قديمة وفيها الكثير من الآثار، أهمها الأديرة والمقدسات المسيحية، وفيها أحد أهم الأديرة المسيحية في العالم وهو دير سيدة سيدنايا. دير السيدة، والذي يوجد فيها الأيقونة التي رسمها القديس والطبيب لوقا البشير، دير القديس توما الرسول، والكثير الكثير من المعالم المشهورة في سيدنايا. هذه المدينة الشامخة والتي تعتبر ثاني محج بعد القدس. كلمات نحن احتيه